شو عملها؟ زد يساوي A أس I بيعد. خليك معي. بتقول نفرض أوميجا مثلا يساوي R ب A أس I تيتا جذر تربيعي لزد. هونيك بالشكلين الجبريين كنا عم نفرضها بالشكل الجبري. هون هو قال لك بالشكل الأسي. شو هو الشكل الأسي؟ R E أس I تتا. في عالم بيسموها R فتحة وتتا فتحة، ما في مشكلة إنه هي هي ال R. شو ال R هون بالمناسبة؟ واحد، لأنه ما موجود شيء مشفرة، والتتا هي بيعت. طيب إذا الأوميجا جذر تربيعي لزد، سؤال، إذا الثلاثة جذر التسعة معناها مربع الثلاثة يساوي شو؟ تسعة. إذا الأوميجا جذر تربيعي لزد فإن أوميجا مربع شو بيساوي؟ يساوي زد، لأنه هذا جذر لازم معناه مربع هو نفسه زد. بدنا نعتمد على هاي عشان نحل التمرين. أوميجا مربع، عوض معي، وين الأوميجا؟ R في إي أس I تيتا للتربيع، هاي أوميجا تربيع. يساوي شو قلنا؟ زد، وين زد؟ إي أس I بيع 2. ربع هذا المقدار، الاثنين تنزل فوق الار، مربع الار، ار مربع. هون قوة القوة، قسين فوق بعض بينضربوا ولا بينجمعوا؟ بينضربوا. اثنين بتنضرب بآي تتا، شو بتصير؟ اي اس اثنين اي تتا يساوي الطرف اليمين هو اي اس اي بيعتني. بالمطابقة بين الطرفين الار مربع هذا هو نفس العدد اللي بيكون هون، هون ما في عدد، يعني هو نفس الواحد. قارن بيناتهم، يتساوى عددان بالشكل الأسي إذا كان لهما نفس الطويلة، يعني نفس الار. إذا ار مربع بيساوي الواحد، معناها الار شو؟ واحد ولا ناقص واحد ولا اثنيناتهم؟ اثنيناتهم، بس الار ما بصير يكون سالب لانه هو نصف قطر، فبنختار فقط الموجب. هون ما فينا نكتب زائد ناقص واحد. طلعت الار، ما نحن عم ندور على مين؟ على ار وعلى التتا. مين ضل عنا؟ التتا. نجي على التتا، نبين هون، قارن تتا مع تتا. انتبه، خليني اكتب لها اثنين تتا اي احلى. هون في اي، هون في اي، شيلهم. شو بضل هون؟ 2 تتا، وهون شو بضل؟ بيع 2. هون في اي نفسها، هذول منطبقين او متطابقين، معناها 2 تتا تساوي البيع 2. 2 تتا تساوي مين؟ بيع 2. هي عم نطابق بيناتهم. فالحل الاول تتا 1 قسم بيع 2 على 2، شو بيطلع الجواب؟ بي على 4. هاي طلعت تتا الأولى. هل بدي يطلع جوابين لتتا؟ هذا الأولاني. فالجذر الأول هو شو؟ انتبه، أوميجا واحد يساوي R بي إي أس آي تتا. الار شو طلعت؟ واحد بي إي أس آي بي على 4، وهو الجذر الأول. التتا 2 من وين بنجيبها؟ انتبه علي، هي دائما تتا واحد يلي طلعت معنا هون، ومنضف لها بي أظهر. الجذر الثاني من وين بنجيبه؟ تتا واحد بس منضف لها بي. ليش؟ تبع معي ليش؟ هاي الدائرة المثلثية، الزاوية الأولى طالعة معنا بي على 4، يعني هون نحن قلنا الجذران التربيعيان بيكونوا متعاكسان، معكوس لهذا وين؟ هون. شو منزيد لهي؟ لا نحصل على المعكوس، منزيد لنصف دورة، يعني منزيد لشو؟ بي. تعال شوف شو بيطلع معنا. تتا واحد هي بي على 4، زد لها بي، وحد المقامات، هاي 4 بي على 4 وبي على 4
خمسة ب على أربعة معنا هاي لازم تكون خمسة ب على أربعة نتأكد أول 45 ثاني ثالث الرابع لا إذا شو معكوس ال ب على أربعة خمسة ب على أربعة من وين منجيبها منزد لها ب إذا أول تتا كيف منجيبها منقسم هذا على هذا ثاني تتا منزيد للزاوية الأولى شو منزد لها ب حصرا هذا البي محجوزة موسم غيره منزد لها ب عشان يطلع عنا المعكوس فالجذر الثاني هو أوميجا 2 يساوي الآر ما بتتغير هي واحد بس مين تغيرت عنا اي اس اي 5 بي على 4 خلينا نحط الاي بعد وهو الجذر الآر 5 بي على 4 هذا الجذر الأول وهذا الجذر الثاني بنكون حصلنا على جذرين لهذا العدد العقدي بالشكل الأس كم دقيقة طول التسجيل؟ 8 عمل إيقاف مؤقت نرجع بنعيد التمرين أوجد الجذرين التربيعيين بالشكل أس زد تساوي أس أي بي على 2 إلا بدل هذا ممكن يكون كاتبه بالشكل الجبري مين العدد اللي زاويته بي على 2 بيكون فوق بيكون هو مين؟ أي كانوا خربطنا لنا واحد ضبطونا هاي اللي كان هون صلحها لهي أو شو السؤال ممكن يكون؟ زد يساوي اي اذا قال لك زد يساوي اي طبعا في عالم شو بيعملوا بها بهالحاله بيعملوها بالشكل الجبري بيطلعوا الجذرين بيرجعوا بيحولوها على الشكل الاسي 2 اعطون صح بس طالما هو طالبها بالشكل الاسي مباشره الاي هي نفسها مين اي اس اي بي هي نفسها اي اس اي بي تمام تفرض جذر تربيعي لزد اوميجا تساوي ار اي اس اي تيتا تفرض جذر تربيعي معناها مربع الاوميجا هو زد تكتب اوميجا وبتربع الار بتتربع وبالاثنين بتجي جنب هدول بتطابق بين الار مربع والعدد اللي هون بيطلع معنا الار مربع بيساوي واحد وإذا ما بصير يكون سالب فالار بتساوي واحد بنعمل مطابقه بين اثنين تيتا وبين اللي على اثنين من الاخر اللي حابب هيك يتاكد طبعا ما محفظوه القوانين بس انا ما بنصح بهالشيء الار اللي انت بدك اياه هو دائما جذر ار المعطى بالسؤال على طول شو الار اللي بالسؤال واحد فالار اللي انت عم تطلعه او الار فتحه هو دائما جذر هذا الار والتتا الاولى هي دائما تتا المعطى عتني على طول هي شو بي عتني عتني شو بيطلع عندك بي على أربعة والتتا اثنين هي دائما تتا واحد شو منزد لها منزد لها بي هيك بنكون هدول للتأكد وأنصح بطريقة بكتابتك كاملة مثل ما أنا عملتها فمن الممكن أخذ معك صار تحفظها بهذه الطريقة طبعا بدي لكم على ملاحظة بالنسبة للتمرين بعد ما وصلنا لهي الخطوة R مربع تساوي E أس 2 تتا I تساوي E أس I بي على 2 بنقول حسب تساوي عددين عقديين أسيا بالنسبة للزاوية فينا نقول 2 تتا تساوي هي بي على 2 زائد 2 بيكا طبعا الكي هون نعطيها قيمتين مشان نحصل على الجذرين منقول من أجل الجذر الأول كي تساوي الصفر حط بدل كي صفر تطلع معنا التتا بي على 2 على 2 يعني شو بتطلع معكم بي على 4 بيطلع نفس الجواب بتحط بدل كي تساوي الواحد تطلع معك تتا حط بدل كي واحد بتطلع معنا 2 تتا تساوي بي على 2 زائد 2 بي تطلع تتا تساوي قسم الطرفين على 2 تطلع معك بي على 4 زائد 2 بي على 2 زائد بي بترجع بتطلع معنا الإجابة نفسها 5 بي على 4 طبعا هون لما طلعت التتا بي على 4 بيطلع معنا الجذر الأول
ولما بتطلع معك 5 على 4 بيطلع معنا الجذر الثاني. هاي الطريقة، طبعا الطريقة العامة. هيدي التتا بنسميها تتا واحد، وهي بنسميها تتا اثنين. تتا واحد تعطينا الجذر الأول، تتا اثنين تعطينا الجذر الثاني.